la fin de match, الوداد و كازار شيفز. الوداد داروا ماتش خايب بزاف اصاحبي، فريمو خايب بزاف. يخرج فائزا، يخرج بثلاث نقاط. اكثر المتشائمين بالنسبه للفريق الودادي كان يتوقع التعادل السلبي على اقل تقدير، مع الاعداء اون بلوس اصاحبي جاوا فرقين اون بلوس. محزوما امام كايزر تشيلس، هذا سؤال يبحث عن اجابه عزيز، كيف تخرج مهزوما تقريبا الشوط الثاني 80% نسبه الاستحواذ بالنسبه للفريق المغربي مقابل 20 بدون قلول بدون افكار، هذا وضع مباراه فقيره جدا تكتيكيا وفقيره جدا فنيا. استحوذ 80% ولكن لم تخلق فرص